غاب عمرو السولية عن وسط خط وسط النادي الأهلي، فحسينا قد إيه عمرو السولية لاعب مؤثر، لاعب كبير جدا. أحيانا بيتعرض لانتقادات البعض نتيجة للإجهاد الفترة الأخيرة، أحيانا دور مركز 8 بيبقى دور مش ظاهر في الملعب بشكل كبير جدا في أمور الاستخلاص أو ما شابه، لأن أحيانا بيكون عمرو السولية بيوجه التمريرة بزوايا معينة، بيغطي منطقة بشكل معين، بيخلي الهجمة تروح لمكان معين، ودي كلها حاجات الأرقام ما بتظهرهاش. لكن عمرو السولية كل هجمة للنادي الأهلي بيكون ليه بصمة. دي مباراة الأهلي وسموحة اللي هي قبل مباراة الأهلي والمقاولين، البداية دايما في الثلاث أهداف الأولى كان عمرو السولية. عمرو السولية هنا بيمرر لطاهر، طاهر بيعمل الوان تو مع شريف، شريف بيسجل الهدف الأول، ده طبعا الوان تو مع طاهر. هنا عمرو السولية بيقطع الكرة وبيقلل زمن الهجمة عند فريق سموحة، وبيباصي الأقرب لاعب ليه، وكمان بيدي تعليمات العب لعلي معلول. علي معلول بياخد الكرة يعمل أوفر، بيسجل حسين الشحات الهدف الثاني. يا دوب بيسنطروا فريق سموحة، ضغط عمرو السولية واستخلص الكرة، وطبعا في الهدف الثالث استخلاص الكرة لعب تمريرة طولية راحت بين محمد شريف وحسين الشحات، حصلت ركلة جزاء. ليا صديقي مدرب خارج مصر دايما بيقول عمرو السولية هو مسطرة نص الملعب. لما تيجي تتكلم عن مركز 8 لأي لاعب داخل مصر قول هو كام من عمرو السولية، وأنا بقول إن زي ما في قطع مهمة جدا في الشطرنج ملهاش نسخ تانية، هتلاقي الطبيعي فيه نسختين، لكن الحصان نسختين، لكن الملك نسخة والوزير نسخة. في تشكيل النادي الأهلي حاليا الملك والوزير هم محمد مجدي قفشه وعمرو السولية فارس. اللي انت بتقوله ده يا اسامه بينعكس فنيا في الملعب في ثلاث لاعبين، بدر بنون، عمرو السولية، قفشه زي ما انت قلته. ليه؟ ان الثلاثه دول اللي عندهم القدره على ضرب الخطوط بتمريره واحده. عمرو السولية زي ما انت وضحت في لقطات كتيره جدا بيكون هو ضابط ايقاع الملعب. في حاجه يا جماعه في الكوره اسمها توب لينكد، اكتر لاعبين بيمرروا لبعض. لما تيجي تدرس هتلاقي عمرو السولية ومحمد قفشه من اكتر اللاعبين داخل النادي الاهلي تبادلا للتمريرات، ده معناه ان البيلد اب بشكل رئيسي قائم عليهم. هتيجي تلاقي ثالثهم هو بدر بنون لما بيكون في الملعب. كره القدم اصبحت علم، عمرو السولية جزء من تفاصيل علم كره القدم. نشوفكم بعد الفاصل ومعانا ملفات مهمه جدا، اوعوا تروحوا في اي حته. نشوفكم بعد الفاصل.